ونبدأ قصتنا بالبنوتة الصغننة اللي أول ما بتصحى من النوم بتقول دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويدوبك بتخلص دعاء بتلاقي مرات عمها في وشها اللي بتقول لها: مبروك يا عروسة جوازك. عروسة؟ عروسة مين؟ مين قال لكم إني عاوزة أتجوز؟ هتتجوزي يعني هتتجوزي، ويلا اختاري فستان عشان هو جاي النهارده. وانا مش هتجوز يعني مش هتجوز. هنشوف كلامك انت اللي هيمشي ولا احنا. خرجت وقفلت الباب وراها. اما فيروز كانت بتدعي ربنا عز وجل من قلبها لانه الوحيد اللي عالم بحالها: يا رب يا رب ساعدني يا رب. وبعد وقت بيخبط باب الشقة وبيفتح العم الباب وبيرحب باللي داخل: اهلا وسهلا، نورتنا، ده نورك. امال فين العروسة؟ ثواني وهتكون هنا. روح يا فتحية شوف فيروز عشان تيجي تسلم على عريسها. ماشي من عينيا الاتنين. دخلت ليها مرات عمها بس اتفاجأت انها لسه زي ما هي ومجهزتش ولا لبست حاجة. يا سنتك البيضة، انت لسه زي ما انت مجهزتيش. انا قلت اني مش هتجوز، انا مش موافقة على الجوازة ديت. ازاي اتجوز بس واحد معرفش عنه حاجة ولا شفته حتى قبل كده؟ اظن ده حقي. خلاص عمك ادى كلمة للعريس، سواء وافقتي ولا ما وافقتيش هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. طلعت فتحية درس من الدولاب وقالت لها: ده يتلبس حالا، ولا انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل لو ما سمعتيش كلام عمك؟ مش كفاية اكل وشرب طول السنين دي كلها من غير ما تدفعي ولا مليم؟ على الاقل ردلنا حاجة من الحاجات ديت بدل ما مفيش منك منفعة. سمعت كلمتها وسكتت لان ده المكان الوحيد اللي تقدر تقعد فيه، بس جوه قلبها بتتمنى انه يختفي من الوجود. وفعلا لبست فستانها وضايق وكانت بره وقعدت وما اتحركتش من مكانها. بس اتفاجئت لما فتحيه قالت: طب نسيب بقى العرسان سوا ياخدوا راحتهم في الكلام. استني يا طنط، احنا مش مكتوب كتابنا عشان تسيبونا لوحدنا وتمشوا بالشكل ده؟ ما ردتش عليها وسابوها برضه ومشوا. اما عز فجاها لما قرب منها وقال لها: منوره يا عروسه، بس طلعتي صحيح زي القمر زي ما عمك قال، وجميله واموره كمان. لو سمحت ما اسمحلكش ان انت تكلمني الكلام ده بالطريقه ديت. واسمع بقى يا ابن الناس، انا مش عاوزاك، فاطلع عليهم زي الشاطر كده وقول لهم ان احنا ما اتفقناش مع بعض ومش هنتجوز. هو انت بتقولي ايه يا حلوه؟ ما هو مش هدفع فيكي 1,000,000 جنيه وفي الاخر اقول مش عاوزها. 1,000,000 جنيه؟ 1,000,000 جنيه يعني ايه؟ يعني اللي سمعتيه، وكلها يومين وتكوني حرام عز المهدي. الكلام ده مش هيحصل، انت ازاي تقبل على نفسك تتجوز واحدة مش عاوزاك؟ مسكها وقال لها: واضح ان انت ما تعرفيش مين هو عز المهدي، وخاصة خلاص انت دخلتي دماغي، فاسمعي الكلام احسن لك. سابها ونده عليهم وقال لهم: كاتب كتابنا يوم الخميس الجاي. وبص ليها بضحكة مش حلوة وقال لها: حضري نفسك يا عروسة، والف مبروك مقدما. كانت قاعدة وهي مش مصدقة ومش مستوعبة اللي بيحصل ولا اللي بتسمعه، وكأنها في حلم نفسها تفوق منه. وتاني يوم بتصحى فيروز على صوت مرات عمها: يلا يا سونيوريتا، عريسك مستني بره. عريس؟ عريس مين؟ عريسك عز بيه. ايه لحقتي تنسيه؟ يلا عشان تروحوا تشتروا الفستان مع بعض. قولي للبني ادم ده ان انا مش عاوزه اتجوزه ومش هشتري معاه الفستان. كانت بتقول كلماتها بصوت عالي، واللحظة الصوت ده وقف لما شافته قدامها وجوه أوضتها. فجارت استخبت تحت سريرها: انت ازاي تدخل اوضتي بالشكل ده من غير ما تستأذن، وانا كمان من غير حجابي؟ قلتلك خلاص هما يومين وهتكوني مراتي، ما تزوديش في الكلام. ده ولا هيبقى ولا هيكون بإذن الله. انا مش هكرر كلامي مرتين، يا تقومي تلبسي عشان ننزل نجيب الفستان، يا اما انا هنزل اجيبك من تحت السرير. قلتلك مش راح. كانت مصممة على رأيها بس اتفاجئت بقريب منها جدا لدرجة ما كانتش تتخيلها. ها هتقومي دلوقتي بالذوق ولا لا؟ هقوم بس اطلع بره. تمام، برافو عليكي. خرج بره الأوضة، أما هي ما كانتش قادرة تمسك اللي بيتساقط على خدها. وبعد نص ساعة كانوا في الشارع. اركبي. اتحركت عشان تركب لكن وقفها وقال لها: اركبي قدام جنبي مش ورا. لا انا مش عاوز اركب جنبك. اظن قلتلك قبل كده ان انا مش بحب اكرر كلامي مرتين، فانت اللي جبتي لنفسك.
وما عطلهاش فرصة ودخلها جوه العربية وسابيها، ويعدي يومين لحد ما يجي يوم كتب الكتاب. يا رب يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ مش بيدي حاجة اعملها. الراجل اللي اسمه عز ده مش كويس خالص، وشكله وراه حاجات هو مخبيها، ومش قادرة اعمل حاجة مع عمي ولا مراته اللي المفروض يخافوا عليا كأني بنتهم. وكمان مش عاوزة اتصل بعمي الكبير اللي في الغربة عشان ما شايلهوش فوق طاقته، بس دي فرصتي الوحيدة دلوقتي. وفعلا رفعت الفون واتصلت بيه. السلام عليكم. ايوه يا عمي، وحشتني قوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبة عمك، انتي اكتر. بس مالك يا فيروزة، صوتك عامل كده ليه يا حبيبتي؟ في حاجة؟ بصراحة يا عمي انا، وحكيت له فيروز كل حاجة. معقولة يا بنتي كل ده كان بيحصل لك وانا معرفش عنه حاجة؟ حتى الفلوس اللي كنت ببعتها لك ما كانش حد بيوصلها لك، وغير كل ده وده عاوزين يبيعوكي بالشكل ده؟ ايوه والله يا عمي زي ما قلت لك كده، وانا مش عارفة اعمل ايه. انزلي وسيبي البيت دلوقتي حالا. انزل اروح فين؟ انزلي وانا هتصل بشريكي دلوقتي اللي معايا في الشركة، ويتواصل مع حد من معارفه اللي موجودين في مصر، تكوني عنده لحد ما انزل واخد اول طيارة بإذن الله واجي اخدك من هناك. بس يا عم انزل ازاي؟ ده كلهم بره. استعيني بالله يا بنتي وحاولي، ويلا عشان مفيش وقت. قفلت مع السكة وطلعت تتصحب على بره زي ما قالها عمها، وفعلا قدرت تطلع وتجري منهم. وعندهم جوه دخلت مرات عمها اوضتها وما لقيتهاش. الحقوا الحقوا، فيروز هربت. ازاي ده يحصل؟ ما تقلقش يا عز بيه، هي هتروح فين يعني؟ بسرعه بسرعه وراها، هي اكيد ما بعدتش عن هنا. طلع الحرس وراها وقدروا يشوفوها، وبقت تجري وهما بيجروا وراها. ودخلت شارع جانبي ولقيت جواه عربيه راكنه، وحاولت تفتح بابها واتفتح، فدخلت استخبت فيها. بس بتلف وشها بتتفاجئ ان في حد جنبها. انا اسفه، انا افتكرت مفيش حد في العربيه، انا هنزل دلوقتي حالا. استني عندك، ما تتحركيش من مكانك. الو، خلاص كل حاجه تمام، انا هقفل دلوقتي. معلش انا مضطره انزل. قالت كلمتها وبتبص وراها، لقيتهم قربوا من العربيه. بسرعه بسرعه اتحرك. هما مين دول؟ من فضلك اتحرك واقول لك كل حاجه. اتحرك غصب العربيه وفجاه وقف بيها. هو في ايه؟ حابه انا هنزل وحابه اتحرك، انا مش شغال عندك. معلش انا اسفه والله، ربنا يعلم مش بايدي. سكت لثواني لما شاف اللي بيتساقط على خدها وقال لها انتي اسمك ايه؟ اتفاجئت من سؤاله وردت عليه بجديه وقالت له وحضرتك تعوز اسمي ليه ان شاء الله؟ ردي على قد السؤال. اسمي فيروز. فيروز ايه؟ انا مش فاهمه ايه اسئلتك العجيبه دي. بقولك ردي على قد السؤال، انا مش هناسبك وفي الاخر هقولك ليه. فيروز محمد. فيروز محمد المنصوري، صح كده؟ فيروز بمفاجأة، أيوة صح، شكلك واحد منهم وترجعني ليهم تاني. أنا قلت من الأول شكلك ما يريحش. بس في ايه؟ اهدي وبطلي كلام عشان أقولك أنا مين. ماشي اهدى، اتفضل قول. أنا ابن مدير الشركة اللي عمك داخل فيها شراكة مع والدي. بتتكلم بجد؟ أمال ههزر؟ فعلا ده شكل واحد ما يهزرش. طب الحمد لله الحمد لله يا رب. بس انا عاوز اعرف مين اللي بعتهم وراكي. عز المهدي. عز المهدي؟ ده انت حسابك تقل قوي معايا يا عز. هو حضرتك تعرفه؟ وايه اللي اعرفه؟ المهم خلينا دلوقتي في المهم، انت هتروحي فين؟ معرفش، اتصل بعمي واشوف اعمل ايه. لا ما تتصليش، انت هتيجي معايا الفيلا. نعم يا اخينا، اجي معاك فين ان شاء الله؟ على الفيلا؟ هو انت شايفني ايه؟ ده ولا كان ولا هيكون باذن الله. بس في ايه؟ انت دماغك جرحت شمال كده ليه؟ امي واختي هناك، وعمك هو اللي وصاني اعمل كده. ولو عايزه تتصلي بيه تتاكدي اتصلي. ايوه هتصل بيه طبعا. وفعلا رفعت الفون واتاكدت من عمها. متاسفه، كلامك كله طلع صح. يبقى مش عاوز ولا حس ولا نفس لحد ما نوصل. ماشي، بس استنى اركب في الكرسي اللي ورا. ليه تاني ان شاء الله؟ شغال انا عند سياده الكهانم عشان ترجعي ورا وانا اقعد لوحدي قدام. بقولك ايه، انا مضطره كل واحد معاك دلوقتي في نفس العربيه، فما تحملنيش انت كمان فوق طاقتي. خلاص بطلي لك كتير ونطي ورا لحد ما نشوف اخرتها هي معاكي.
رجعت فيروز ورا وساق بيها غيث، وكان على اخره من فيروز وعند عز. يعني ايه فص ملح وداب؟ احنا شفناها بعيننا جوه العربية عز بيه، ولما قربنا منها العربية طلعت تجري بيها. تعرفوا لي جه عربية مين اللي ركبت فيها، ولا انتوا الاتنين مرفوضين؟ اوامرك عز بيه. وعند غيث وفيروز اول ما وصلوا الفيلا لقت واحدة في الخمسينات من عمرها نزلت من على السلالم وهي بتبص لها بصة مش حلوة، وهي بتقول: هو ايه الاشكال اللي انت جايبها هنا في الفيلا دي يا غيث؟ وايه الفستان ده اللي هي لابساه؟ اوعاك تكون اتجوزت من ورانا. وهنا بقى تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.